السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة المرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي معاد النهاردة والدرس الرابع وآخر درس في الوحدة الثالثة من الفصل الدراسي الأول، غزوات سيدنا محمد ودعوته وكفاحه. هبتدي الأول أتعرف على استقرت الدولة الإسلامية بعد ما دخل سيدنا محمد المدينة وحط فيها أركان الدولة، بناء المسجد والمؤاخاة ومبدأ التعايش مع الآخر. هنبدأ بقى كده نسعى إلى نشر الدين الإسلامي، وهحارب اي حد يحاول ان هو يقضي على هذا الدين بشتى الطرق. تمام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، معناها اي حد يحاول ان هو يقضي على الدين الاسلامي لا انا هقف قصاده. فلازم يكون في عندك جيش عشان تقدر تدافع بيه عن الدوله بتاعتك. بعد ان استقر الرسول في المدينه ووضع اسس تعائم الدوله، بدا يستكمل باقي مراحل الدعوه الاسلاميه، وهي هناخد المرحلتين، المرحله الثالثه اللي هي مواجهه المعتدين في الدعوه، والمرحله الرابعه عالميه الدعوة. المرحلة الثالثة بتبدأ من مواجهة المعتدين لما بتحاول قريش انها تهاجم المسلمين، فتطلع سلسلة من الحروب. عندي مفهومين لازم اقارن ما بينهم، السرايا والغزوات. السرايا الاثنين حملات، والاثنين حملات عسكرية بياخدها المسلمون. الفرق ما بينهم ان سيدنا محمد في السرايا بيختار قائد مننا احد الصحابة بيقود السرية، بينما الغزوة سيدنا محمد هو اللي بيقودها بنفسه. يبقى مفهوم السرايا حملات وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين ولم يحضرها، بينما الغزوات هي حملات خاضها المسلمون بقيادة الرسول ضد المشركين. طب ايه الهدف من السرايا؟ قريش عمالة بتقلب علي القبائل، بتحاول انها زي اليهود وغيرهم، وبيتحدوا ضدي، لازم اضعفهم اقتصاديا علشان بمعنى اوضح بهددهم يقوموا يتوقفوا عن هذا الايذاء اللي هم بيعملوه معايا. يبقى هدفها إضعاف قوة قريش الاقتصادية ليكفوا كيدهم وعدائهم وتحريضهم لليهود على الرسول وأصحابه في المدينة. طب الغزوات؟ لا، هدفها تاني، لما تجيلك قريش واليهود عشان يحاربوك في المدينة يبقى لازم تدافع عن هذا الدين الجديد. يبقى هدف الغزوات هي الدفاع عن الدين الجديد وحمايتها ونشر مبادئه بين الناس جميعا. تاني، السرايا حملات عسكرية بيواجهها الرسول ولم يحضرها، وهدفها انه بيطلع السرية علشان تهاجم قوافل تجارية تابعة لقريش تخسرهم اقتصاديا، لان قريش بتحرض اليهود وغيرهم وبيتفقوا علينا، فبحاول ان انا اخسرهم اقتصاديا عن طريق قافلة معدية. لكن الغزوات حملات بياخدها المسلمون بقيادة سيدنا محمد، وده جيش مسلح سيدنا محمد بيقوده منظم في ساحة في ارض المعركة، في اسلحة مستخدمة، ومن خلاله في انتصار وفي انهزام. الهدف منها هو الدفاع عن الدين الجديد وحمايته. هناخد ثلاث معارك في مواجهة المعتدين، بدر وأحد والخندق. هبتدي الأول بغزوة بدر، بدر الكبرى سنة 2 هجرية. أطراف هذه الغزوة كانت بين قريش ضد المسلمين، تمام؟ والمكان ده والموضوع ده حصل عند بئر بدر. طب إيه السبب؟ أراد الرسول عليه الصلاة والسلام استرداد بعض أموال المسلمين اللي استولت عليها قريش بعد الهجرة. ما حضرتك خارج وسايب الأموال والبيوت باللي فيها، قريش تدخل البيوت تطلع وتاخد الحاجة اللي موجودة فيها كأنها غنائم حرب، فبالتالي هم استولوا على ممتلكات المسلمين، تمام؟ فاقترح على أصحابه انتظار قافلة لقريش قادمة من الشام بيقودها أبو سفيان. عظيم. علم أبو سفيان بهذا الأمر فغير طريق القافلة لطريق تاني، وبالفعل نجا بهذه القافلة من أيدي المسلمين. طب إيه المشكلة؟ المشكلة أنه هيروح أبو سفيان بالقافلة ويقص على قريش الأمر، فبيصر زعماء قريش على قتال المسلمين والقضاء عليهم. إزاي يتجرأوا أنهم يحاولوا أنهم يهاجموا القافلة؟ إحنا نسيبهم لحد إمتى؟ لحد ما قوتهم تزيد؟ طب ايه اللي حصل بالظبط؟ بتخرج قريش بجيش قوامه عدده ما بين 900 والألف مقاتل، ده عدد قريش. عظيم. لحد ما وصلوا لمنطقة بدر، الرسول بيستشير صحابه، نحارب ولا لا؟ لو قلت نحارب هنطلع نحارب، لو قلت لا خلاص، مع ان جات لي ايات الجهاد عن طريق الوحي، قالوا له لا هنحارب. فبدأ يشيروا عليه، فهو بيتكلم وبيشيروا عليه بيختار مكان، فأشار عليه الحباب بن المنذر. الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا المكان أمرك به الله؟ ربنا أمر تعسكر هنا؟ قال له لا. قال له إذا نعسكر عند أدنى بئر من آبار بدر، آخر بئر، إحنا موجودين هنا بنتحكم في كل الآبار، نعطش نشرب،
يعطشوا ما يشربوش، حرب نفسية. زكي، سيدنا محمد ما استكبرش، وانت ازاي تقول لي كده قدام الناس؟ النعم الرأي هو الحباب، عفارم عليك. وبالفعل خرج المسلمين لمحاربة قريش. عدد المسلمين كان كام؟ 313 قصاد كام؟ من 900 لـ1000. يعني أنا قدام كل واحد قدامه 3، كل واحد من المسلمين قدامه 3 من قريش. وبالفعل سيدنا محمد بيبدأ يقاتل قريش ويبشرهم ربنا بالنصر، وبينزل عليهم وبيمدهم بالملائكة لتحارب معهم، والنصر يكون حليف للمسلمين انتصارا عظيما على الرغم من قلة العدد والعدة. طب ايه السبب؟ بما تفسر ليه انتصار المسلمين بهذا الشكل؟ ليه؟ بسبب قوة ايمانهم واخذهم باسباب النصر. الناس دي كانت طالعة اما النصر او الشهادة. استفيد من كده ايه؟ التأكيد على مبدأ الشورى. سيدنا محمد اول الحباب ما قاله نعسكر عند ادنى بئر من ابار بدر، وايه يعني؟ انا موافق، نعم الرأي هو الحباب. تاني درس بستفيد منه ان النصر يأتي من عند الله ولا يعتمد على القوة او كثرة العدد. تعال على تاني غزوة، غزوة أحد. غزوة أحد عام 3 هجرية. قريش بقت بمعنى أوضح جميع القبائل بتسخر من قريش، بقى المسلمين انتصروا عليكم يا دي الخيبة. لذلك قررت قريش في هذه المرحلة الأخذ بالثأر رد الكرامة، فبتتفق قريش ضد المسلمين وبيقربوا من جبل أحد. ركز، عدد قريش في هذه الحرب 3000، ما هم بقى عايزين ينتقموا. عدد المسلمين 1000. واتفق الرسول مع المسلمين هنتجه نحارب في بالقرب من جبل أحد، وهختار عدد من الرماة، عددهم 50 من الرماة يطلعوا لي على قمة الجبل ويسددوا الضربات على قريش، يعملوا لهم هرج ومرج وخلل في الصفوف. في الطريق وهم المسلمين رايحين تمام، وبعد الصحابة كلهم موافقوا، في نص الطريق عبد الله بن أبي بن سلول ده زعيم المنافقين بيرجع بتلت الجيش، لا 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 احنا نعرف ننتصر، والتلت رجع وراه. خد بالك ان انت لما التلت من هنا يرجع قدام التلتين طبعا ممكن يأثر في الحالة النفسية، ممكن يقلقوا، إلا ان الرسول والمسلمين خرجوا استكمالا للحرب، وامر 50 رامي بالوقوف على قمة الجبل لتسديد الضربات تمام. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرماة أن لا يتركوا الأماكن، ما حدش فيكم يسيب مكانه وينزل إلا لما تديله الأمر. ولكن الرماة، مشكلة الرماة حينما اكتشفوا أو بدأوا يسددوا في الضربات بدأت قريش تفر من أمامهم، بدأوا يخافوا ويمشوا. طب إيه اللي هيحصل؟ هيتخيل الرماة بأن النصر بقى حليف ليهم، فهينزلوا للساحة لجمع الغنائم. إيه اللي هيحصل؟ في الحرب دي كان خالد ابن الوليد كان لسه من أشد أعداء الإسلام، وكان من القادة العظماء في قريش. بيطلع على قمة الجبل مكان الرماة ويبدأ ينقض بجيشه على المسلمين بعد أن استدار من خلف جبل أحد، فيتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. أركز على أن أحد هي المعركة التي تحول فيها النصر إلى هزيمة، إلى هزيمة. طب إيه اللي حصل؟ هزيمة المسلمين. أستفيد من كده إيه؟ ضرورة الالتزام بأوامر القائد في الحرب، مستحيل إن أنت تعصي القائد في هذا الأمر. غزوة الخندق 5 هجرية، بس غزوة الخندق ما بقتش قريش بس، دي بتسمى بغزوة الأحزاب. ليه يا مس؟ لأن قريش ومعاها يهود بني النضير وآخرون بيتفقوا على المسلمين تمام. ده لما سيدنا محمد اخرج يهود بني النضير من المدينه بسبب الغدر والخيانه. ما احنا قلت لكم اليهود اهل غدر وخيانه، فيهود بني النضير سيدنا محمد اخرجهم من المدينه، فاتفقوا مع قبائل قريش وجهزوا جيش عشان يحاربوا المسلمين تمام. خرجت قريش وحلفائها في جيش قوامه قد ايه؟ 10,000 مقاتل. العدد بيزيد يا شباب، 10,000 مقاتل لمحاربة المسلمين. وكان مع المسلمين داخل المدينة يهود بني قريظة. قال لهم هي معايا ولا مع مين؟ لا طبعا معاه، بس يهود بني النضير معاهم، هم عشان ما يلاهون معاهم نقوم نضحي ببيوتنا، احنا معاك في كل شيء. ده كلام مين؟ يهود بني قريظة، اخذ عليهم العهد والمواثيق.
فسيدنا محمد بيجهز للحرب، فجاله سلمان الفارسي. سلمان الفارسي من بلاد فارس، دخل في الإسلام وانضم للمسلمين. أشار عليه بحفر خندق كبير حوالين المدينة، يبقى قدامي هنا خندق والجبال ورايا بتحميني. فلما جت قريش من بعيد ومعاها 10,000 مقاتل، اكتشفوا وجود هذا الخندق والجبل اللي بيحيط. الجملة اللي اتقالت إنها مكيدة ما عرفها العرب من قبل، ما هي طبعا ما هو ذكاء سلمان الفارسي. إذا حتى الفرس كانوا بيحاربوا معانا، سلمان الفارسي من بلاد الفرس، تمام. فضربوا الحصار، نصبوا الخيام لمدة شهر كامل. ليه؟ لأن أنت كده كده الأكل والشرب اللي عندك في المدينة هيخلص، هتضطر إن أنت تطلع يبقى تحارب، إحنا قاعدين مستنيين، إحنا اللي بره مفيش مشاكل. وبالفعل بيغدر يهود بني قريظة بالرسول، بينضموا للمشركين. اشتد الحصار على المسلمين، عدو من الخارج وعدو من الخارج، من الداخل، عدو من بره وعدو من جوه، من جوه، تمام. طب الهزيمة تمت ازاي؟ الهزيمة جت من عند المولى عز وجل حينما أرسل عليهم ريحا شديدة قامت باقتلاع آدي الخندق بتاعهم، قامت باقتلاع الخيام، والخيول هربت في قلب الصحراء. فقذف المولى عز وجل في قلوب المشركين واليهود الرعب، فعادوا إلى بلادهم خائبين خسرانين. ففرح المسلمون بالنصر. أستنتج من كده أن النصر أو من ضمن النتائج قبل الاستفادة انتصار المسلمين وهزيمة المشركين. طب الرسول هيعمل إيه بقى مع يهود بني قريظة اللي خانوا العهد؟ هيتوجه إليهم طبعا ويحاصرهم، وهم يستسلموا ويأمر بخروجهم من المدينة زيهم زي يهود بني نضير بسبب الغدر والخيانة. أستفيد التماس النصر من عند الله. خد بالك ان لو ربنا ما كانش ارسل ريحا شديده كان استمرت قريش في هذا الحصار حتى خرج المسلمون وهم متدمرين من الجوع والعطش، فيحاربوا في طرق او في شكل غير في صالحهم. التاكيد على مبدا الشورى لما اشار عليه سلمان الفارسي. خدت بالي ان سلمان الفارسي زي الحبابه بن المنذر والرسول عليه الصلاه والسلام بيفهم بيوافق. المرحله الرابعه بقى عالميه الدعوه الاسلاميه، تمام. ديت الايه موقف سيدنا محمد من يهود بني قريظه لما توجه الرسول الى اليهود وقام بمحاصرتهم واخراجهم من المدينه بسبب غدرهم وخيانتهم. هاجي على المرحله الرابعه عالميه الدعوه الاسلاميه واللي ابتدت بصلح الحديبيه عام 6 هجريه. احنا مش طالعين نحارب في عام 6 هجريه، احنا طالعين عايزين نقوم باداء العمره. اطراف هذا الصلح المسلمون مع قريش اهل مكه. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ خرج الرسول في جمع من اصحابه قاصدين مكان مكه لاداء العمره، رايحين يادوا العمره. انت رايح تادي العمره لابس ملابس الاحرام، بس انت اي نعم السلاح جنبك، بس انت ما انتش ناوي على الحرب. ولما وصل مش هيدخل مكه، هيفتكر انه في حرب، هيقعد في مكان اسمه الحديبيه، اسمه الحديبيه، هيستقر هو المسلمين في الحديبيه. ويبعت عثمان بن عفان، روح استاذنهم هم اولاد عمك وقول لهم ان احنا مش جايين نحارب، ليخبرهم بانه لم ياتي لقتال. ولكن قريش اصرت على منع سيدنا ابو بكر عثمان بن عفان، اتاخر في العوده. خد بالك من كلمه اشيعة، تاخره يشاع خبر مقتله. ممكن يكون قريش قتلته بس خلاص، طب احنا هنستنى لحد ما يجي لنا الجثه ولا نعمل ايه؟ لا، هيقوم سيدنا محمد بيجتمع مع اصحابه ويبدا يكلمهم، مين فيكم معايا نحارب قريش بسبب قتلها لسيدنا عثمان بن عفان؟ لو ثبت هذا القتل ما احنا مش هنستنى، احنا لازم ندخل نشوف ايه اللي حصل. كلهم بيعجبوا ما يسمى بيعه الرضوان. الصحابه بيعوا الرسول على قتال قريش بسبب اشاعه خبر مقتل عثمان بن عفان. قريش اول ما سمعت هذا الامر سرعان ما ارسلت سيدنا عثمان بن عفان وقالت له قول له ان احنا عايزين نتفاوض معاه. وبالفعل الرسول عليه الصلاه والسلام بدا في المفاوضه بما يسمى بصلح الحديبيه. الصلح كان له شروط. إيقاف الحرب ما بين الطرفين لمدة 10 سنوات، هدنة. وخد بالك إن الهدنة دي ميزة. إيه الميزة بتاعتها؟ إن أنا هتفرغ لنشر الدين الإسلامي بقى، مش هبقى بفكر في الحروب. يؤجل دخول المسلمون إلى مكة إلى العام القادم، بلاش السنة دي، حفاظا لماء الوجه، ماشي. من أراد من القبائل أن يدخل في حلف، محمد يدخل، فدخلت خزاعة، دي ميزة على فكرة. ان انت تبدا تبعت الرسل بتاعتك في اكتر من مكان وتزود عدد من دخل في الاسلام. من اراد ان يدخل في حلف قريش فليدخل، فدخلت بكر. يبقى بكر مع قريش وخزاعه مع المسلمين، يعني اللي عمله سيدنا محمد مع قريش لازم بكر تعمله مع خزاعه، يعني صلح هدنه، تمام. هنا بقى النقطه اللي ايه اللي كانت مزعله المسلمين، من اتى الى قريش من المسلمين لا ترده، اللي هيجي من قريش للمسلمين
من المسلمين، يعني انت مسلم رايح لقريش تقول انا عايز ارجع تاني من الدين الاسلامي ياخدوك. طب لو حد بقى من قريش راح لسيدنا محمد يرفض يدخله المدينه، قالوا له يا سلام، يعني احنا نوقف الحرب، يعني احنا جايين السنه دي يا نحارب يا نعمل عمره، ولا عملنا عمره ولا حاربنا، وكمان لو حد من اجالنا من المسلم منهم يدخل في الاسلام نقول له لا؟ قال له انا مش هقول له ما تدخلش في الاسلام، انا هبعده، امر طبيعي انا مش هاخده من ايده وارجع له قريش. هنا الصحابه زعلوا جدا، المسلمين زعلوا قوي. وذلك بعد ان قرر الرسول صلح الحديبيه، قال النبي لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، بمعنى قوموا احلقوا، اذبحوا الذبائح واحلقوا، دي شعائر العمره. فتباطأ الصحابه نايمين بقى متخاذلين كده زعلانين بقى مقموصين لعدم رضاهم من عن بنود هذا الصلح. فحزن الرسول ودخل على ام سلمة زوجته التي كانت معه في تلك العمره، فذكر لها ما لقي من الناس، حكى لها لقد هلك المسلمون، حصل 1 2 3. فقالت له يا نبي الله اتحب يا نبي الله اتحب ذلك؟ قال لها لا، اخرج ثم لا تكلم احد منهم كلمه، ما تقولش لحد اي حاجه، ثم تنحر بذلك وتدعو حالقك فيحلقك. يعني ايه؟ قوم اذبح وانده للحلاق يحلق لك وشوف يعملوا ايه. خرج ما كلمش حد فيهم وقعد ذبح، راح قاعدين يذبحوا، حلق قعدوا يحلقوا والصلح تم. ام سلمة بتضرب لي اخير المثال للمرأة في هذا الامر بانها كان لها دور عظيم جدا. النتائج مترتبة ان هذا الصلح اصبح فتحا مبينا على المسلمين، بدء المرحلة العالمية. بدأ الرسول في إرسال الرسل لملوك ورؤساء العالم يدعوهم للإسلام، يلا مين عايز يدخل؟ فبدأت مرحلة نشر الدعوة عالميا ومواجهة كل من يقف أمام تبليغها ونشر فضلها ونشر فضائلها بين الناس جميعا. أستفيد من كده إيه بقى؟ احترام العهود والمواثيق، أهمية دور المرأة في المجتمع الإسلامي. تعالى على غزوة خيبر. الغزوة بتتم ما بين المسلمون ضد يهود خيبر. إيه اللي حصل؟ منطقة خيبر ويهود خيبر مركز المؤامرات والدسائس، مين بيحب يحارب محمد، مين بيكره محمد واصحابه، تعالوا احنا فاتحين لكم الاراضي بتاعتنا، اللي عايز يتدرب، اللي عايز يتفق عندنا، اللي عايز لا 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 في اي يا جماعه، هو كده احنا مركز غدر ودسائس ضد المسلمين، تمام. مأوى لمثير الشغب من اليهود، اي قبائل عايزه تعمل وش ووجع دماغ احنا معاها، يلا تعالى. الرسول لازم يأمن نفسه من هذه المنطقة، فيخرج معاه 1600 مقاتل ويتوجه إلى منطقة خيبر، يقوم بمحاصرة الحصون فيستسلم بعد هذا الحصار وينتصر المسلمون. هيستسلم يهود خيبر والرسول هيخليهم مقابل إيه؟ المسلمين مشغولين بالحرب. طب والأراضي الزراعية؟ الأراضي الزراعية إيه في مصيرها؟ طلب يهود خيبر انهم يقعدوا يزرعوا، قال لهم ماشي هتزرعوا بس مقابل نصف المحصول ليكوا ونصف المحصول ليا، يعني هنقسم المحصول نصين، نص للمسلمين ونص لليهود. هيفضلوا على هذا الامر حتى يتم اخراجهم تماما على يد سيدنا عمر بن الخطاب، وبهذا الامر بينتهي وجود اليهود في شبه الجزيره العربيه. استفيد من كده عدم التآمر على الاخرين، يهود من خيبر لما تآمروا علينا برضو تعرضوا للعقاب. التسامح والعفو عند المقدرة، سيدنا محمد ما قتلهمش، بل بالعكس اللي عايز يخرج يخرج، اللي عايز يزرع هيزرع بس مقابل نصف المحصول ليك ونصف المحصول ليا. عام 8 هجرية بيحصل أمر عظيم جدا، نرجع كده للبنود بتقول إيه؟ هدنة لمدة 10 سنوات، معناها لن تهاجمني ولا أنا هاجمك، لكن لما لقي إن يهود إن قبيلة بكر بتهاجم قبيلة بكر ومعها قريش بتهاجم قبيلة خزاعة ليلا ويقاتلوهم، يبقى بالشغل انت حضرتك نقضت بنود المعاهده والاتفاقيه والصلح، يبقى اطراف فتح مكه المسلمون ضد قريش. الاسباب نقض قريش عهدها اللي هو صلح الحديبيه مع اللي عملته مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وتحالفت مع قبيله بكر ضد قبيله خزاعه، قبيله خزاعه قاعده مستقره تفاجئت باللي داخلين بيدبحوا ويقتلوا فيهم وقاتلوهم وهم امنون ومطمئنون حتى ليلا. هيخرج الرسول بجيش قوامه كام؟ 10,000 مقاتل. يا فين ايام ما كنا 313؟ ما العدد بيزيد، ما انت بدات في مرحله العالميه. وبيتوجه الى مكه وهو ماشي في الطريق حزين جدا، حزين لانه هيدخل ارضه بلده بيحارب، وهنا بيضرب الحصار حوالين مكه فقريش بيستسلموا فيتمكن الرسول من فتحها دون قتال وعفى عن اهلها، جابهم كلهم. اول حاجه عملها دخل على الكعبه هد الاصنام اللي فيها
وأعلن في الناس أيها الناس. طبعا في هذه في هذا الفتح العظيم أبو سفيان بيشهر إسلامه. فسيدنا محمد بيعلن أيها الناس: من دخل الكعبة فهو آمن، من دخل بيتي فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل منزل أبو سفيان أو بيت أبو سفيان فهو آمن. وجمع بقى اللي كانوا موجودين: ماذا ترون أني فعل بكم؟ ده لما أول ما دخل يعني كلهم وقفوا القصر في إيده في الأول، قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم، ده أنت أخونا ابن أخونا. قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بقى بعد التعذيب اللي عذبه لك ده كله والسنين دي كلها، ده أنت حضرتك يعني مهاجر عام 13 من البعثة، يعني في 13 سنة تعذيب واضطهاد، وفي 8 سنين حروب، وأول ما يجوا لك اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما دي أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بيفتحها وبيطلق سراح قريش، فعدد كبير منهم هيفوق لنفسه ويشهر إسلامه، من ضمنهم أبو سفيان اللي هيبيعوه على عبادة الله، وهيقول المقولة العظيمة: من دخل بيتي فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من خرج من مكة فهو آمن. بيأمن الكل طالما أن أنت مش هتعدوا على أو مش هتعدى على حواليك. أستفيد من كده عدم رد الإساءة بمثلها والعفو عند المقدرة. تعال بقى نتكلم ونرجع للطائف. الرسول لما راح يطلب النصرة منهم رفضوا صلاته على الصبيان. لا، ده أنت بقى عام 8 هجرية مش كفاية اللي هم عملوه لما راح لهم للطائف، بتتحد قبيلتها سقيف وهوازن الموجودين في الطائف على أنهم يحاربوا المسلمين. فالرسول بيخرج بجيش إلى غزوة حنين، وركز حضرتك خارج بجيش معاك 10,000 مقاتل، يا سلام يا أرض تهدم عليك أدي. أمن قلة عددية نهزم اليوم؟ وإحنا إلا وليه علشان نتهزم؟ ده مين؟ ده المسلمين بقى غرور بالقوة. أمن قلة عددية نهزم اليوم؟ شعر المسلمون في تلك الغزوة بالقوة. ووصل الرسول والمسلمين إلى حنين. انقضاد العدو عليهم بشكل مفاجئ عمل لهم خلل في الصفوف فتفرقوا. بس انت بدأت تخسر. سيدنا محمد يعمل ايه؟ يأمر عم العباس ان ينادي في المسلمين، فينادي على اصحابه فيجتمعوا، تمام، ويتم اعادة تنظيم الصفوف فينتصروا على عدوهم. يا دوب انتصر. النتائج انتصار المسلمين في نهاية الامر. يعني دي الغزوة اللي انا اقول فيها تحول الهزيمة الى نصر. افتكر كده معايا، كان عندي غزوة احد تحول نصر الى هزيمة بسبب مخالفة اوامر الرماة او الرماة اوامر الرسول. استفيد من كده ان النصر لا يأتي بكثرة العدد والعدة فقط، ولكن بطاعة الله ورسوله وقوة الايمان. تعالى نتكلم على غزوة تبوك 9 هجرية. المسلمين ضد الروم. قامت الروم باعداد جيشا كبيرا لقتال المسلمين والقضاء عليهم، تمام، وسيدنا محمد عدلهم مش جيش بقى بسيط، 30,000 مقاتل، واتجه نحو تبوك اللي كان في هذه المرحلة خاضعة للروم. لم يجد الرسول أحدا من الروم لأن ربنا خوفهم، قذف في قلوبهم الرعب، فتفرقوا جميعا وتركوا المكان، فدخلها منتصر وعاد سالما بالجيش وإلى المدينة. أستفيد من كده بذل النفس والمال في سبيل الله، لأن الصحابة ما تأخروش ولا المسلمين. في السنة العاشرة من الهجرة، كده أنا شغالة كله بقى هجرة هو. في هذه السنة خرج سيدنا محمد لأداء فريضة الحج، وخطب في الناس موضح لهم مبادئ الدين الإسلامي، تمام. بعد عودته إلى المدينة وقد أدى فريضة الحج، مرض في العام التالي اللي هو عام 11 من البعثة. في اليوم الاثنين 12 ربيع أول 11 هجرية، أنا أسف 11 هجرية، في يوم الاثنين 12 ربيع أول 11 هجرية، انتقل الرسول إلى جوار ربه بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء. افتكر سيدنا محمد ولد يوم الاثنين 12 ربيع أول، يتوفى 2/12 ربيع أول. بالشكل ده أكون خلصت الدرس الرابع والوحدة الثالثة. أتمنى من الطلبة تكون استفادت، وتابعوني إن شاء الله في باقي الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.